السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم محبي قناة أم بلال البورسعيدية. دلع كرشك دلعي نفسك، صباح سعيد، يوم جديد على عيوني وعلى عيونكم، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ربنا يجعله يا رب عليكم بالخير والسلام والأمان. طبعا بمناسبة بقى اللحمة وكل حاجة، هننزل كده كام وصفة. النهاردة هنعمل وصفة الكبدة بالتومة بدون أي إضافات، للي ما بيحبش يحط لا فلفل ولا بصل ولا أي حاجة. هنعملها وصفة هادية وطبيعية وسهلة وسريعة جدا، تعمل سندوتشات بسلطة الطحينة، بابا غنوج، تاكليها، تقلي جنبها، تحمري بطاطس، بطاطس الشيبسي اللي انت عايزاه. ارجو لو عجبتكم الوصفة نعمل اعجاب للقناة ونشارك فيها ونفعل الجرس. اول حاجة بعملها بشتري الكبدة، وانا لسه شارية الكبدة دلوقتي والله من عند الجزار مذبوحة، وحتى وانا هشتغل بيها هتبقى لسه سخنة. هو جايب لي كبدة وطلبت قطعة من القلب. اول حاجه هبتدي اعملها اللي انا هاخد الكبده بتاعتي، هحاول ان انا اقطعها قطع صغيره عشان لما اجي اشتغل. بسم الله، زي ما انت شايفه كده اهو، قطع صغيره تمام، عشان في تركه مهمه بعد كده هعرفك تعمليها ازاي. بعد ما هنقطع مش عايزاكي تشطفيها بميه ولا حاجه، وهقولك هتعملي ايه. انا دلوقتي هقطعها، وبعد ما اخلص تقطيعها هوريكي ايه اللي هيحصل، تابعوني. ورجعت لكم بعد ما قطعت الكبده والقلب زي ما انتم شايفين. هقول بقى على الطريقه المفروض نعملها واللي محدش يعرفها خالص. اول حاجه الكبده بتاعتنا ديت بتبقى غنيه بالحديد، وفعلا مفيده جدا 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 لينا، مفيده جدا، يعني مش قادره اوصف لك الحديد والمعادن وكل الحاجات اللي فيها مفيده ازاي. المفروض فعلا ناكلها مره كل اسبوع او كل اسبوعين، لان بجد هتمد الجسم بالطاقه ومفيده جدا للاطفال. بس على قد ما هي كده، على قد ما هي بتعتبر بتمتص من العجل بتاعنا السموم اللي فيه، فانا عشان احافظ على نفسي من السموم دي، انا طبعا بعتبر الكبده من الجنس الناعم جدا، لانها لما بتتقطع عايزه معامله رقيقه وسريعه، حتى لما بتتعمل عايزه رقه في المعامله، فانا بعتبرها يعني من الحاجات اللي لازم تتعامل كده زي الجنس الناعم. فعشان اتجنب السموم اللي بتحصل دي، التركه ديت مهمه، هتجيبي الكبده بتاعتك كده اهوت، وهتحط لها تنقعيها في لبن، لبن، هتنقعيها لمده نص ساعه في لبن زي ما انت شايفه كده اهو. اللبن هيطرد لك منها السموم، وهتبقى فعلا هتخش لك، هتبقى مفيده جدا، صدقيني التركه ده هي هتفرق معاكي جامد. وغير كده الكبده هتدوب في بقك وهتبقى جميله. انا حتى مش هقلبها بمعلقه ولا باي حاجه، هسيبها كده لمده نص ساعه، وبعد كده هشطفها وهصفيها وارجع لكم. تابعوني في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا، ام بلال البورسعيديه دلع كرشك. ودلوقتي الكبده بتاعتي بعد مرور النص ساعه هبتدي اشطفها بالميه واصفيها وارجع لكم، تابعوني. وزي ما انت شايفه كده، بعد ما شطفتها وصفيتها ما شاء الله الكبده ما بيبقاش فيها لا دم ولا فيها ريحه زفاره. هتجربي الطريقه بتاعت اللبن دي، بجد حتى مش هتلاقي فيه ريحه خالص للكبده، هتلاقي ريحتها عاديه زي اللحمه عادي اللي بنجيبها، جميله جميله جميله، ومش هتلاقيها بتنزل دم. في ناس بعد ما بتشطف الكبده بتلاقي الكبده بعدها بتنزل دم، احنا عندنا لا، يعني مش دم، اللون شايف عامل ازاي. فبجد بجد هتلاقي الكبده اختلفت خالص عن ما بتعمليها بميه بس من غير ما بتعمليها بلبن. نبتدي بقى نروح للحله بتاعتنا. هنروح للحله بتاعتنا ونسخنها على النار، حله مقلايه طاسه اللي انت عايزاه. نبتدي بقى نحط الماده الدهنيه. الماده الدهنيه دي بتبقى نتيجه لاختيارك، يا اما بتحط قطعه ليا بتدي طعم جميل جدا اللي بيحبها، يا اما تحط حته زبده، يا اما تحط حبه زيت، مش هتفرق. انا بحب احط سمنه بلدي زي ما انت شايفه كده. ابتدي اسيبها تسيح معاها على النار واحده واحده كده. زي ما انت شايفه كده السمنه بدات تسيح، ابتدي انزل بالكبده بتاعتي واحده واحده بالراحه، واحاول اقلب وما اخليهاش تنزل ميتها، يعني انا ما بنزلهاش كل المقدار مره واحده عشان الكبده ما تنزلش ميتها، لان لو نزلت ميتها الطعم هيتغير. تمام، نزلت اول حبه، ابتدي انزل بالباقي
عشان يقول لك بقى ريحه الكبده مع السمن البلدي عامله ايه. زي ما انت شايفه كده، دي كبده وقلب يا جماعه. ان شاء الله انزل لكم بعد كده بوصفه الكبده بالصلصه، وبعملها بطريقه بجد هتعجبك، هتبقى عايزه تعمليها كل يوم. وبالنسبه لام شيماء اللي طلبت مني عمل البصاره، ان شاء الله نخلص بس العيد ونزهق من اللحمه واعمل لكم البصاره ان شاء الله بالطريقه الصح بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده، الكبده بتاعتي اهي، هبتدي اسيبها بقى على النار شويه. انا قلبتها خالص اهو لحد ما اخلي اللون بتاعها كله يتغير، يعني كل الكبده لونها يتغير. تمام، معلش صوت العطس ديت، انا اسفه، ده صوت الرسائل اللي بتيجي على التليفون. وبكده اسيب الكبده تغير لونها براحتها مع نفسها، ونعمل التركه الجايه. تعالوا معايا التركه الجايه اللي بعد كده. هروح لمفرمه التوم بتاعتي واكون مقشره راس توم متوسطه انزلها فيها، وعلى التوم هتحط مقدار الملح اللي انت حباه. طبعا الملح دوت شيء اختياري، اللي بيحط كتير بيحط قليل براحته. نص معلقه كمون بردك لو حابه. واللي اهم من ده كله الكزبره، وهحط معلقه كبيره. الكزبره بتغير طعم الكبده نهائي، وبتدي لها طعم اكتر من رائع. والاهم من ده كله هنزل بمعلقتين خل كبار، احطهم مع التومه، بيفرق مع الكزبره بتاعتي جامد. لو حابه مع الخلطه بتاعتي دي تحطي قرن فلفل حامي احمر اخضر، اي قرن فلفل مفيش مشكله. وادي التوم بتاعنا بعد ما خلص، والكزبره والكمون والملح والخل. نروح بقى للحله بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده الكبده اتعملت. طبعا لو فيها حبه ميه نزلتهم، اوعي تحط التوم الا لما هي تشرب ميتها من نفسها. تمام، هبتدي انزل بالتوم بتاعي عليها كده في قلبها. مش قادره اقول لك عليها، حبقه بتاعت التوم بالخل والكزبره. الريحه، انا بحب اخليها كده ايه لحد ما تتكرمل. ماشي، يعني بتخليها تنشف لحد ما تتكرمل معاك، بتبقى فظيعه الريحه، مش قادره اقول لكم. اسيب التوميه كده تتحمر معاها شويه. طبعا زي ما انت شايفه كده هي خلاص خلصت على النار. شايفه التومه اتحمرت معاها ازاي؟ هي كده خلصت على النار. ابتدي اروح لطبق التقديم بتاعي، وبكده هتاكلي احلى طبق كبده، سريع اقتصادي ما فيهوش اي مشاكل، بالليمون المملح، حبه بطاطس محمره من ايد ام بلال البورسعيديه، دلع كرشك. ارجو لو عجبتك الوصفه نعمل اعجاب للقناه ونشارك فيها ونفعل الجرس في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا ام بلال البورسعيديه. انتظروني.